أباطرة المغول في الهند. والمغول الكبار هم سلالة تركمانية حكمت في الهند وكانت عاصمتهم أكرا. وينحدر مؤسس السلالة بابر من تيمور لانك عن طريق أبيه، ومن جنغيز خان عن طريق أمه. كان أميراً على سمرقند، ثم استولى على كابل وزحف من هناك إلى الهند، فانتصر على اللودهيين وأصبح شاهاً على شمال ووسط الهند. بلغت الدولة أوجها السياسي في عهد السلطان أكبر، والذي أكمل سيطرته على كامل باكستان وشمال الهند، وزحف إلى الشرق حتى البنغال، ثم أدخل كل الدول الواقعة هناك تحت سلطته. كانت سياساته تقوم على التسامح، كما حاول أن يعامل المسلمين والهنود بالتساوي، وقام بتجديد نظام الإدارة في الدولة. تواصل تطوير الدولة المغولية في عهد جانغير، ثم في عهد شاه جيهان، وتكثفت عملية التبادل التجاري مع البلدان الأوروبية. وقام أورنكزب أحد آخر السلاطين الكبار بغزو جنوب الهند ثم كلكندا. منذ القرن الحادي عشر للهجرة أصبحت الهند تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية من طرف البرتغاليين والبريطانيين، وضعفت الدولة، إلى أن قام نادر شاه حاكم بلاد فارس بالاستيلاء على دلهي عام 1151 للهجرة، ثم استولى البريطانيون عليها عام 1217، وتم خلع آخر سلاطين المغول محمد بهادر شاه عام 1273 للهجرة.